في مجموعة من الديزاين جايد لاينز بتاخد في اعتبارها الايفكتس بتاع الفيزيكال انفايرمنت، وتقترح على الديزاينرز يعملوا ايه علشان يحسنوا الديزاين بتاعهم ريليتد للفيزيكال انفايرمنتال فاكتورز دي. اول فاكتور هنتعرض له هو الفاكتور بتاع الانتربشنز اند ديستراكشنز. طبعا بنتكلم على لو في عندنا جهاز موجود في مثلا اي ار في الامرجنسي روم مثلا بتاعت مستشفى، الدكتور اللي بيشتغل في على الجهاز ده مع مريض ممكن هو يجيت ديستراكتد او جيت انتربتد مالتيبل تايمز ديورنج الاوبريشن بتاع الجهاز دوت. فلازم بشكل ما الديزاينرز يأكاونت فور ذا تايب اوف فريكوانسي اوف ساتش انتربشنز، علشان في الاخر الانتربشنز دي دو نوت ادفيرسلي افكت ديفايس يوز، يعني ما ياثروش بطريقه سلبيه على استعمال الجهاز. طبعا بتكلم على حاجه زي كده مثلا كمثال، لو واحد بيبروجرام اي في بامب يعني انترافينوس بامب، فبيسكلي لو انا دلوقتي خليت الجهاز يبقى فيه يوزر انترفيس معقد شويه، والجهاز اللي هو فيه يوزر انترفيس معقد ده اليوزر بيوصل فيه لليفل معين او يوصل فيه خطوه معينه من خطوات البروجرامينج، وبعد كده بيجيت ديستراكتد. لو جهاز اليوزر انترفيس بي تايم اوت، يعني لو انا مثلا يعني ما يعني في وسط مثلا الاوبريشن بتاعي وفضلت مثلا 5 دقايق ما عملتش حاجه، بيرجع تاني للاول خالص، يبقى معنى كده اليوزر ده لما يجي يرجع تاني هيبتدي من الصفر، يبتدي من الاول خالص. فلازم ان انا لو في عندي اليوزر بتاع الجهاز ده بيبقى انتربتد او بيبقى مثلا ديستراكتد وبعد كده يرجع تاني يبص على الجهاز، لازم يعرف هو فين بالظبط، كان فين بالظبط قبل ما يجيت ديستراكتد، ويعرف هو المفروض يكون فين علشان يبقى يعني تسهل عليه ان هو يرجع تاني يكمل الحاجه اللي كان بيعملها قبل كده. من الفيزيكال انفايرمنت المهمه جدا برضو اللي هي الاكوستيك نويز. بنتكلم على ان الميديكال ايكويبمنت نفسها از ا سورس اوف نويز ان ذا هوسبيتال اور هوم، يعني هي نفسها بتعمل دوشه. اوكي، فطبعا دي مشكله ان يعني الاكوستيك نويز اكسبوجر ليميتس يعني عامه ريليتد للسيفتي بتبقى محدده، يعني مش اي حاجه اقدر استعملها كده. لو بعمل اكسبوجر لحاجه معينه نويز معينه مثلا 8 ساعات في اليوم، يبقى المفروض ان انا ما ازيدش عن 90، لو 90 ديسيبل، ولو انا بتكلم على ان انا 6 ساعات ممكن ازود شويه وهكذا. فمعنى كده لو في حاجه شغاله طول النهار يعني لازم ان انا النويز ليفل بتاعي اللي هو طالع منها يبقى اقل ما يمكن. فطبعا يعني النويز نفسها بتاعت الجهاز اللي هي نويز الجهاز ده بيطلعها طبعا بتفرق كتير قوي. عشان كده بنلاقي ان احنا في الاي سي يو مثلا ابتدى يبقى في بعض الحاجات اللي المفروض تتعمل فيها علشان ما يبقاش في سورسز اوف نويز كتير تبقى موجوده. يعني مثلا لو انا عندي برينتر يستحسن يبقى عندي يا اما ثيرمال برينتر يا اما ليزر برينتر، ما ينفعش يكون عندي البرينترز بتاعت زمان اللي كانت بتعمل صوت عالي. يعني لو انا عندي برضو النويز اللي جايه لي من الاجهزه بتاعت لو في عندي ايمرجنسي مثلا في بالنسبه للمريض دي، برضو يستحسن يبقى الليفل بتاعها برضو ما يبقاش عالي قوي زياده، وما يبقاش في يعني بيبنج كده ملوش لازمه، يبقى اي حاجه بتعمل صوت يستحسن ان انا اعمل لها يعني ترشيد شويه، بحيث ان انا ما يبقاش في عندي سورسز اوف نويز كتيره موجوده في نفس المكان تاثر على البيشنتس الموجودين وتاثر على الهيلث كير بيرسونال اللي بيقوموا بعمله. ممكن بقى نبص على الاكوستيك نويز بطريقه مختلفه شويه. احنا كنا اتكلمنا في السلايد اللي فاتت على ان الجهاز نفسه بيعمل صوت، اوكي؟ لا، ممكن برضو الانفايرمنت اللي حواليه تاثر على الاوديتوري كوميونيكيشن اللي موجوده في المكان. يعني المفروض ان المكان ده يبقى النويز بتاعته ما تزيدش عن حد معين عشان الناس تقدر تكوميونيكيت مع بعض بشكل افكتيف، او علشان مثلا لو كان في الارم ولا حاجه يسمع بطريقه واضحه. فاللي بيحصل ان احنا بنعمله بيبقى في عندنا حاجه اسمها بالانس نويز كرايتيريون كيرفز او ان سي بي كيرفز، دي بيبقى يعني الناس تعرف ان هي تتعامل بيها على اساس ان هي تحاول ان هي تستاندردايز النويز الموجوده في انفايرمنت محدده. بيبقى في عندنا ستاندردز لكل الاماكن اللي لها علاقه بالهوسبيتالز والكلينكس، وبرضه ممكن اكشوال ان احنا نبص عليها بالنسبه للسكولز وبالنسبه للاوفيس بيلدينجز والحاجات زي كده. لما بتكلم على الهوسبيتالز والكلينكس هنلاقي ان احنا بنتكلم على احنا عندنا في اوضه خاصه بالنسبه للبيشنت بيبقى من 25 ل 30، لو عندنا وورد يعني عنبر من 30 ل 35، لو اوبريتنج روم من 25 ل 30، لو اللاب بيبقى من 33 ل 43، لو كوريدور اللي هو في المستشفى بنتكلم من 33 ل 43، لو بابليك اريا في المستشفى بتبقى من 38 ل 43. فدي حاجه مهمه جدا احنا ناخدها في اعتبارنا ومينتين الستاندردز بتاعتنا دي في المستشفى بتاعتنا. عشان نمينتين الستاندرد دي في المستشفى بنعمل ايه؟ بنقيس النويز ليفل عن ديفرنت فريكوانسيز وبنقيسها على اوكتيف ليفلز، يعني بمعنى بقيسها عند 16 عند 31.5 عند 63، يعني ناخد نفس الحاجه وناخد الدبل بتاعها، اوكي؟ ونفضل ماشيين كده بقى، اوكي؟ يعني كل حاجه بتبقى الدبل بتاع اللي قبليها، يعني فريكوانسيز كل واحده علاقتها باللي قبليها انها الدبل بتاعها.
فهنلاقي ان احنا لو احنا رسمنا الكيرف بتاعنا بتاع المكان اللي احنا فيه، بنقارن بقى الكيرف بتاع المكان اللي احنا فيه ده بالحاجه اللي المفروض يكون عليها، ولو لقينا ان الكيرف ده اعلى من الحاجه اللي المفروض يكون عليها بنحاول ان احنا نعمل ميجرز عشان تقلل النويز الموجوده في المكان دوت. فدي طبعا حاجه مهمه قوي ان احنا ممكن بيها ان احنا لو رحنا لمكان معين بقياسات بسيطه ممكن ان احنا نحدد اذا كنا بنكونفورم مع الستاندرد ده ولا مش بنكونفورم مع الستاندرد دوت.